حياكم الله بالخير، أنا خالد الجابري وأرحب فيكم في برنامج إنكريبتو، دليلك الذكي لعالم الاقتصاد الرقمي. اليوم ومن هذا المبنى الرائع متحف المستقبل راح نتكلم عن الكريبتو كورنسيز أو العملات الرقمية، هالموضوع اللي كلنا نسمع عنه بشكل مستمر لدرجة صار جزء من حديثنا اليومي. وبهالحلقة راح نجاوب على أسئلة كثيرة مثل شو هي العملات الرقمية، متى ظهرت وكيف كانت رحلة صعودها حتى الآن، وأيضا هل ما نشهده الآن هو بداية النهاية للعملات الرقمية؟ خلونا نسأل الناس الأول وبعدين نرجع نبدأ حلقتنا. هي البديل لطرق الدفع. الصراحة ما عندي فكرة عن العملات الرقمية. الحصص والأسهم والعقارات يستعملونها في حياتهم اليومية، يستثمرون فيها. كانت وسيلة ليستبدلوا العملات العادية مشان إنه يصير عملة موحدة لكل العالم. هي عبارة عن تجميع العملة في أرقام معينة، يعني مثلاً 50,000 يقولوا واحد. الليدر هو أكيد البيتكوين، بعديهم إثيريوم. هي عبارة عن فيرتشوال، مش عملة سوليد. حاولت ان انا اتداول بها فترة كده بس تراجعت خوفا من ان هي تبقى حاجة فيك او كده، وما لها اصول بنكية. ارقام مشفرة يعني نفس البيتكوين والاشياء الرقمية هاي. الاسهم ما بعرفش حاجة عنها، غير مرتبطة لا بدولار ولا باي عملة ثانية. العملات الرقمية او المشفرة بدأت في أواخر تسعينات القرن الماضي، ثم تطورت بابتكار منظومة وعملات كثيرة تعتمد على التشفير أو الانكريبشن لتأمين المعاملات. وبشكل عام هي بتصدر عبر منظومة لا مركزية لتسجيل وإصدار وحدات العملات، بعكس العملات التقليدية واللي تتولى إصدارها وتداولها جهات محددة كالمصارف المركزية والبنوك. وعلى عكس الدولار أو اليورو، لا توجد أي سلطة لأحد في أنه يدير هذه العملات الرقمية ويحافظ على قيمتها، ولكنها تتحدد من خلال قوانين العرض والطلب. هذه العملات هي نظام دفع رقمي لا يعتمد على وسيط التحقق منها، بمعنى أنه يعتمد على أسلوب نظير إلى نظير أو peer to peer، وبذلك يمكن لأي شخص في العالم أن يرسل مدفوعات ويتلقاها أونلاين بسهولة، بدلاً من أن يتم نقل الأموال بشكل مادي في العالم الحقيقي. بس كيف بيكون هالتبادل؟ مدفوعات العملات الرقمية هي عبارة عن إدخالات رقمية إلى قاعدة بيانات عبر الإنترنت، وهذا اللي نطلق عليه تقنية البلوكتشين. لهذا تعتبر العملات الرقمية ثورة في عالم الاقتصاد والنظام المالي، لأن الإدارة نفسها في يد المستخدمين وليس الدول أو المؤسسات الكبيرة والبنوك المركزية. وطبعاً تقدر تستخدمها في أنك تشتري سلع وخدمات أونلاين، ولكن معظم المستخدمين بيتعاملوا مع العملات الرقمية على أنها استثمار مثل باقي الأصول الأخرى مثل الأسهم أو الذهب أو العقار. طيب السؤال المهم، ما حجم ظاهرة العملات الرقمية؟ خلوني أقولكم أربع معلومات مهم تعرفوها عن اقتصاد الكريبتو. أولاً، في 2022 وصل عدد مستخدمي أو مالكي العملات الرقمية لحوالي 300 مليون شخص. ثانياً، يوجد أكثر من 20,000 عملة رقمية يتم تداولها عالمياً، أهمهم وأكثرهم قيمة هم البيتكوين ثم الإثيريوم. ثالثاً، لو كنت استثمرت 22 دولار في البيتكوين 2012 كان صاروا أكثر من مليون دولار في يوليو 2022. رابعاً، يوجد ماكينات صرف ATM للبيتكوين في حوالي 84 دولة حول العالم، كما يوجد أكثر من 18,000 شركة وبزنس متوزعين على حوالي 147 دولة حول العالم يقبلون مدفوعات بالعملات الرقمية. خلونا نتعرف على بزنس يقبل العملات الرقمية في الإمارات مع الأستاذ منذر درويش، المدير التنفيذي لفندق بالازو فرزاتشي في دبي. نحن كفندق فرزاتشي ابتدينا في موضوع العملات الرقمية والديماند اللي عليه من تقريبا حوالي سنتين ونص، فوجدنا ان عدد كبير من الزباين من عام 2020 في شهر 8 يسألونا عن الدفع بالعملات الرقمية، ولو ما كان مرخص في ذاك الوقت ولا كان متوفر. فهني ابتدت الفكرة ليش نحن ما نبحث عن
آلية دفع للفندق عن طريق العملات الرقمية، لأن في عدد كبير في العالم يتعامل في العملات الرقمية ويحب أن يدفع عنها. فنحن هنا ابتدينا في دراستنا على الموضوع لين وصلنا لكافة الجهات الحكومية المعنية في الموضوع. وإذا ما أنتم سمعتوا قريبا من حوالي تقريبا أقل من سنة يوم أعلنت الحكومة التوجه الرقمي والميتافيرس عن طريق مجلس الوزراء وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقب جتنا وايد شركات دخلت على الماركت عنده حلول الدفع. طبعا هذا كان دور كبير جاي من منو؟ جاي من الايفنتس اللي تسويها حكومة دبي، سواء كانت في الاكسبو او كانت في متحف المستقبل، عن الاقتصاد الرقمي وعن التداولات والعملات الرقمية. فهني فتحت الباب حق الجميع انه تعالوا اشرحوا شو عندكم. كانت اقوى منصة وما زالت هي باينانس، تعتبر هي المنصة من المنصات الاولى في العالم في الموضوع هذا. باينانس تعاقدت ويانا حصريا لسبب، نحن كفندق فرساتشي اذا نحن نتبنى دوم الافكار الجديده طبعا عقب دعم الحكومه يعني. فقال لك نحن كاسم فرساتشي وباينانس بيكون كبير، خاصه اننا مجرد ما وقعنا واعلنا مئات ال خلينا نقول التحويلات او مئات المعاملات ابتدت، فنحن فتحنا سوق جديد في قطاع السياحه عن طريق الدفع بالعملات الرقميه. هو عباره عن ابلكيشن اسمه باينانس، هي عباره عن محفظتك الرقميه، ها هي المنصه. انت عاد فيها كم عندك انت فيها فلوس، الفلوس هذه تسمى USDT او تكون عملات رقميه. في عندك تقريبا حوالي 250 عمله رقميه لين الحين موجوده في الباينانس، فانت ممكن تستخدم USDT الدولار الرقمي، او ممكن تستخدم العملات مثل بيتكوين، دوج، اي whatever اسمها تكون عندك فيها كميات. يوم انت تيجي فاتورتك مثلا $1,000، فانت عباره عن باركود يكون موجود على الفاتوره، تجيب التليفون الابلكيشن مالك الباينانس تنسخه تصوره، تسوي لك كونفيرم OTP مالك نفسك كان الابل باي، والفلوس تتحول على محفظتنا نحن الالكترونيه. محفظتنا الالكترونيه اللي موجوده ويا باينانس، حسابنا ويا باينانس، نحن مفعلينا في طريقه ان انت دفعت لي $1,000، اليوم سعره $1,000 ممكن باكر يصير 1200، ممكن يستوي $500، نفس في خلال 30 ثانيه يربط سعر التحويل ويحوله على حسابي في البنك. مثل ما نحن عارفين ان اماره دبي سباقه دائما في اي شيء جديد، ودبي ورؤية حكومة دبي إن هي تكون المستقبل، من المؤتمرات اللي يسوونها، من العروض اللي يسوونها، من التشريعات السلسة، في نفس الوقت تشريعات تحمي المستهلك. فنحن اللامركزية في موضوع العملات الرقمية خلقت جيل من الأغنياء مو موجود قبل. فهذا الجيل عنده الغني شو يحب؟ يحب الأمان واللايف ستايل والسهولة في العمل. هاي دبي جنتهم على الأرض. يعني أنت ما في دولة في العالم مثل إمارة دبي ودولة الإمارات، عندهم برنامج الأمين اللي تابع لشرطة دبي يقول لك تداول بحذر، خلي عملاتك موجودة برا. البرو أكتف اللي مسويتنا الحكومة والوعي الأمني ينقذ وايد عدد شريحة من الكبير من الناس، كبيرة من الناس، إنه شو تسوي ما تخسر في تداولاته. هاي النصائح اللي تسوى ملايين الحكومة تقدمها بالباش حق الشعب. ما في حد كان يصدق في العالم إن دولة عربية توصل المريخ وتوصل القمر. دبي وصلت القمر والمريخ. فموضوع إن دبي تشرع وتسمح حق اقتصادات وأنواع تجارة حديثة خاصة تعنى بالتكنولوجيا، هذا شيء طبيعي يا دبي. حتى نقدر نتعامل مع الحاضر بأفضل طريقة ممكنة ونقرأ المستقبل، لازم نكون ملمين بالماضي. فتعالوا نرجع بالزمن ونبحث عن بداية العملات الرقمية ونحاول نكتشف كيف تحولت من مجرد أفكار وسطور على ورق لهذا الاقتصاد الضخم، ونستعرض مع بعض مسيرة صعود الكريبتو. بدأت الحكاية سنة 1998 حين ظهر مصطلح كريبتو كورنسي لأول مرة على يد ويداي،
الأب الروحي لتشفير العملات الرقمية، وهو عالم كمبيوتر من أصل صيني ما أظن كثير منا يعرفه. حينها نشر ورقة بحثية بعنوان بيماني، واللي أسس فيها لنظام نقدي إلكتروني مجهول الهوية من خلال استخدام نموذج تشفير يعتمد على اللامركزية، يعني ما يستحيل التحكم فيه. من خلال بيماني رسم داي كل الخصائص الأساسية لجميع أنظمة العملات الرقمية اللي بنشوفها اليوم، واللي تم تبنيها لاحقاً بعد سنوات عند ظهور البيتكوين. وكثيراً ما يقال أن دراسة بيماني كانت الدرافت الأول للبيتكوين، وبسبب تأثيرها الكبير تم تسمية أصغر وحدة فرعية لعملة إيثيريوم بوي نسبة للمبتكر الصيني وي داي. وفي عام 2008 ظهر مفهوم البيتكوين على يد ساتوشي ناكاموتو، وهو اسم مستعار لشخص أو مجموعة أشخاص نشروا ورقة بحثية عن البيتكوين بعنوان بيتكوين A Peer-to-Peer Electronic Cash System. من خلالها قدموا للعالم مفهوم العملة الرقمية بشكلها التناظري اللي نعرفه اليوم. وما في حد يعرف الهوية الحقيقية لساتوشي، ولما تقرأ ورقة البيتكوين البحثية بتلاقي أنه في النهاية يوم تم ذكر المراجع، أول مرجع هي ورقة ويداي اللي تكلمنا عنها قبل شوي. ومن بعدها بينتقل ساتوشي لمرحلة التنفيذ حتى يناير 2009، وحينها نجح في تطوير السوفتوير الخاص بالبيتكوين. هذا الإجراء تم وضعه في الكود الرئيسي للبيتكوين حتى يحافظ على قيمته ويحميه من الاستنزاف، لأنه مع زيادة شعبية البيتكوين بتزيد عمليات التعدين بكثرة، وهذا شيء غير مرغوب فيه لأنه هم خاصية للبيتكوين واللي تجعل له قيمة عالية، هي أن أعداد العملة محدود غير قابلة للزيادة، وهي 21 مليون وحدة بيتكوين فقط. حالياً بيتم تداول 19.1 مليون وحدة فقط، ومتبقي أقل من 2 مليون لم يتم تعدينهم. للعلم البيتكوين هو من العملات القليلة جداً اللي يصير فيها هالكلام. على سبيل المثال الإيثيريوم اللي ظهر في 2015 ليس له حد في الكميات اللي يمكن تداولها. اللطيف في الأمر أن لاحظنا أنه في دبي ليس فقط الشركات والمؤسسات الكبيرة اللي تقبل المدفوعات بالعملات الرقمية، بل حتى المشاريع الصغيرة مثل بيكام مور. So the whole idea came out actually in end of 2020. And then last year in March when we launched the acceptance of crypto, there are a lot of people that came over. The sales was actually very encouraging using crypto payment. And what we saw is there are many crypto users and crypto holders specifically come to the cafe and have a look at the whole idea, how this whole thing works, and they are amazed. And I think at that time, it was actually a very good time because the acceptance of crypto trading was very high, and it was actually during the bull market. When we start accepting crypto, we face a challenge. One of the challenges that current crypto users have is they have many tokens. So when they have many tokens, for them to be able to pay, they need to choose one by one. And then on our side, we only accept, let's say, Bitcoin, Ethereum, or even US dollar Tether. But there was a solution for it. MixPay, this solution basically, customer can pay any type of crypto, and then for the merchant, from our perspective, we will accept what token that we want. So in between, there will be a swap. It's just like Visa or MasterCard. So MixPay actually realized the whole concept of whatever customer wants to pay us, we accept what we want. And that's part of the solutions that MixPay and Mixin Network provide. Dubai and UAE supported the cryptocurrency in a very, very friendly way. Compared to a lot of countries, UAE, specifically in Dubai,
people wants to know more about cryptocurrency. In UAE alone, there are more than 150,000 person that has cryptocurrency. So it is very easy for us to talk to people, a lot of like-minded people. Come over, we have a coffee, we have our croissant, we have our breakfast, salad, and then they pay in crypto, which we are very, very happy to serve the like-minded crypto users. بالحديث عن العملات الرقمية ذكرت أكثر من مرة مصطلح البلوكتشين أو التعدين المايننج، وهي من أكثر المفاهيم أهمية في هالمجال. خلونا نتكلم عنهم بالتفصيل ولكن بعد الفاصل. شرحنا قبل الفاصل شو هي العملات الرقمية، واتبعنا رحلة صعودها من مجرد أطروحات في أوراق بحثية حتى أصبحت سوق تتخطى قيمته التريليون دولار. ولهالشيء نزلنا للشارع وسألنا الناس عن العملات الرقمية. البلوكشين اللي هي منصة التداول نفسها زي باينانس، عندنا بايبت، ما اعرف عنها شيء، بس اظني قالوا انهم عملات مشفره شيء شيء، والله مو متاكده. نوع عملات رقميه اعتقد. لا مش سامع عن البلوكشين. قصص الاسهم يعني بشكل عام يعني. لا مو سامع عن البلوكشين. لا انا ما مش عندي فكره عن البلوكشين. لا مش سامع. هلا هذا سمعنا انه كثير بالانترنت بتداول وبشكل عام بالعملات الرقميه. البلوك تشين هو السيرفر الرئيسي اللي كل العملات الرقميه بتتخزن فيه. سمع عن البلوك تشين؟ البلوك تشين هو مثل محفظه الكترونيه للعملات الرقميه. لا مش سامع. بيستخدموها ليعملوا فيها يحفظوها وبصير فيها التعامل. لا ما يسمع. لا حتى نقدر نفهم العملات الرقمية وكيف يتم تداولها وليش تمثل ثورة في النظام المالي عموماً، لابد أن نكون مدركين ومستوعبين لمفهومين في غاية الأهمية: البلوكتشين والتعدين. طيب أولاً شو هو البلوكتشين؟ البلوكتشين عبارة عن قواعد بيانات داتابيسز موزعة على مجموعات أو شبكات من أجهزة الكمبيوتر، وتحافظ على سجل تأميني لا مركزي للمعاملات بين أي طرفين بدون ما يكون هناك أي احتياج لتدخل طرف ثالث أو وسيط بينهم مثل البنك. مو واضحة. ببساطة البلوكتشين هي الدفتر اللي يتسجل فيه معلومات أي معاملة رقمية في عالم الكريبتو. مبدأ البلوكتشين هو أن المعلومات متوزعة على آلاف بل ملايين الأجهزة حول العالم. هالشيء يأمن سلامة المعلومات من الهاكرز والتخريب. أكيد تفكر وتسألني مين هم أصحاب أجهزة الكمبيوتر اللي نقصدها وليش يقومون بهالدور؟ راح أجاوبك من خلال شرحنا لمفهوم التعدين مايننج. طيب شو هو التعدين؟ التعدين هو العملية اللي من خلالها يشارك المستخدمين أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في شبكة البلوكتشين المعنية بالعملات الرقمية، اللي تقوم بمعالجة وتشفير والتحقق وتخزين المعلومات المعاملات الرقمية اللي تتم على البلوكتشين. المهم الحين شو اللي يعود على هؤلاء الناس من هذه العملية؟ لما يقوم المستخدم بعملية التعدين يتم مكافأته بعملات رقمية مقابل مشاركته في الحفاظ على البلوكتشين بحيث تفضل لا مركزية، يعني تي لك مكافأة بيتكوين أو غيره من العملات. هذا بيضفي عليها الطابع اللامركزي ويجعلها بدرجة كبيرة غير قابلة للتعديل والاختراق ويوفر أقصى درجات الحماية. لهذا حتى يتم التصديق على أي معاملة بالعملات الرقمية المشفرة تحتاج معالجة وتأكيد من آلاف بل ملايين الأجهزة حول العالم المتصلة بالبلوكتشين، كلهم يوصلوا لنفس النتيجة بدون ما يكون لأي جهة سلطة أو تحكم. فالسلطة في يد جموع المستخدمين. وللحديث أكثر عن تقنية البلوكتشين التقينا مع الدكتور مروان الزرعوني الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوكتشين.
دبي الرقمية هي هيئة داعمة للتحول الرقمي في إمارة دبي، وتدعم جميع الجهات الحكومية وكذلك الجهات الخاصة في هذا التحول الرقمي. طبعا التحول الرقمي شيء مهم جدا لدعم التقنيات الجديدة ومن ضمنها تقنية البلوكتشين. مستقبل العملات الرقمية مستقبل واعد لأن لها استخدامات كثيرة. أكثر استخدامين لها اللي هي نقل الملكية وكذلك تحويل الأصول. استخدامات العملات الرقمية ستزيد بشكل كبير جدا لعدة أسباب. واحدة من الأسباب أن احنا بشكلنا أو حياتنا بشكل عام تحول إلى حياة رقمية بالكامل، حتى الدفع يتم حاليا بشكل رقمي بسلس باستخدام الهاتف الذكي، باستخدام الـ NFC، باستخدام الساعة الذكية، باستخدام كل هاي التقنيات اللي هي ممكنة للدفع الرقمي. لذلك العملات الرقمية يعني موازية لهذه التقنيات وتوفر مثل آلية سلسة، خاصة إذا كان ما يسمى بالماشين تو ماشين بيمنت. أحد مهام طبعا دبي رقمية أن توفر بنية تحتية رقمية تأهب الدوائر الحكومية لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملينها، سواء كانت في يعني حقيبتها اللي هي كدورها في عملها نطاق عملها يعني، وكذلك في نطاق الحياة بشكل عام. مثلا ديوا تقدم خدمة استباقية في موضوع اعتماديتها على المعلومات، مثلا إذا كان استهلاكك اليومي أو الأسبوعي أو الشهري حد معين وزاد الاستهلاك بشكل ملحوظ، يعني ما يسمى بالإنجليزي بالأوتلاير، إنه بدام يكون مثلا 5 لتر في اليوم استوى مثلا مرة واحدة 25 أو 30 لتر، هناك هم استباقيا بدون أي تدخل بشري يتم إرسال رسالة نصية للمستخدم يقول له ترى في عندك مشكلة، شكلها أن كهرباء أو المياه عندك تنصرف بشكل كبير، يمكن عندك ليك معين أو ممكن مثلا بايب منفجر عندك في البيت أو ليك بشكل عام، يعني ممكن تشيك عليه، وإذا عندك أي سؤال ممكن تتصل فينا أن احنا نعرف وين المشكلة. فهي الخدمات الاستباقية أو ما يسمى بالبريدكتيف كومبيوتينج مهمة جدا، وهي المستقبل اللي احنا نحاول نمكنه بالتحول الرقمي لجميع الجهات الموفرة للخدمات وكذلك الموفرة للبيئة الرقمية المعلوماتية في الإمارة. دبي ديجيتال حطت مثل استراتيجيات للتحول الرقمي، منها استراتيجية اللي هي دبي بلا أوراق أو اللي هو paperless strategy. paperless strategy حولت كل المعلومات اللي موجودة في الدوائر الحكومية بشكل كامل إلى لا ورقي. السجل اللاورقي هذا احد افضل التقنيات الداعمه له هي تقنيه البلوكتشين. ليش؟ لانك بتعرضها مثل ما قلت، تقنيه البلوكتشين تقنيه عامه ينعرض فيها السجل على الملا، اي حد في الدنيا يقدر يشيك يصير السجل الالكتروني هذا يشوفه على الانترنت. العملات الرقميه دائما هي في يعني في تذبذب وصعود ونزول، ولكن هناك اسباب تدعو الى هذا الشيء. طبعا مثلها مثل الاسواق الماليه الاخرى، اعتماد كبير جدا هو على ما يسمى بالسنتمنت او شعور المستثمرين واستباقيتهم لسعر هاي العمله او السلعه او غيرها او الشركه في حاله الاسواق الرقميه الاخرى. في العملات الرقميه لا يكون هناك يعني وقت للتداول، الوقت هو 24 ساعه يوميا. في منصات موجوده اكثر من 1000 منصه حاليا شغاله حول العالم يتم تبادل العملات الرقمية فيها، وإذا حدث أي مشكلة في منصة من المنصات، خاصة المنصات الكبرى، الأسواق طبعا تتأثر بها ويتداعى السعر سواء صعودا أو نزولا. أخيرا عندي لكم نصيحتين قبل ما تتخذون القرار بالدخول لعالم العملات الرقمية. أولا، لا يوجد طرف ثالث ينظم المعاملات ويمكنك الرجوع إليه إذا حدث أي خطأ في أي معاملة، ولا يوجد جهة مركزية تحمل سجلاتك ويمكنك من خلالها تعمل ريسيت لباسوردك أو محفظتك الرقمية إذا نسيته. ثاني نصيحة، قبل قرار التداول يجب أن تعلم أن سوق الكريبتو متقلب ويتأثر بشدة بأي تذبذب في أنماط الاستهلاك سواء بيع أو شراء لكل الأسباب السابقة. لازم نعرف أن التداول في العملات الرقمية شيء مو سهل ويحتاج لدراسة كافية في كل خطوة نعملها، لأنها تقدر توصلك لقمة العالم وتكسبك الملايين أو العكس.
وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشوفكم الحلقة الجاية في موضوع جديد نفك أسراره في برنامج إنكريبتو.